هو مش استبعاد، يعني استبعاد زي ما قلت لك في استبعاد، في فرق بين الاستبعاد دلوقتي مثلا في لعيب معين كان موجود في المنتخب وانت باختيارك الفني مش موجود. هو قصه الاستبعاد بناء على طلب محمد صلاح، بناء على طلبه والجواب اللي اتبعت رسمي للاتحاد ان هو شايف من طلبه ان هو الفتره دي مش موجود عشان من ناحيه الاصابه بتاعته عايز يتدرج مع فرقته. فبناء على طلبه وجواب جه الاتحاد وحصل تواصل برسائل مع اتحاد الكوره، وفعلا شايفين كجهاز ان خلاص هو شايف ان الفتره دي حس ان هو بدنيا وافضل ليه ان هو يتدرج بشكل مش بناء على تفكيره او تفكير النادي ليفربول، بحيث ان هو مش ممكن تجيب حد غصب عنه. يعني هو راجل طلب، هو اللي طلب رسمي وجواب طلب رسمي من الاتحاد ان الفتره دي مش موجود، ويتدرج بعد كده في حته استرجاع اشراكه مع نادي ليفربول. فده الرد او ده الحاجه اللي احنا وصلنا ليها. انما احنا بالنسبه لنا اتمنى طبعا اللي كان موجود معانا محمد صلاح قيمه كبيره جدا، كابتن المنتخب نفسيا في الفتره دي وخصوصا مع وجودنا انا والكابتن حسام الجهاز الجديد، لما نخش كلنا بقوه بتدي طبعا قوه للمنتخب وبتدي رد فعل نفسي للجماهير المصريه. فكنا نتمنى يبقى هو موجود، وفي نفس الوقت احنا مش عايزين يبقى موجودين عائق لمصلحته، وزي ما بقول باكد بناء على طلبه، بناء على طلب هو بصفه خاصه يعني سيبك من ليفربول، بناء على طلب هو الفتره دي مش عايز يبقى موجود فيها عشان ينزل بشكل تدريجي مع ليفربول. فبناء كده كجهاز ومع بالتنسيق مع الاتحاد المجلس الاتحاد الكوره، بناء على كده الوضع بقى هو ده الوضع الحالي عشان تبقوا الامور واضحه. فاتمنى ان هي ده الصوره بالنسبه لمحمد صلاح، مفيش قبل ولا بعد، مفيش حاجه جديده. هي النقطه دي اللي انا بتكلم فيها، بناء على طلب محمد صلاح الفتره دي مبقاش موجود عشان ينزل يتدرب فنيا في المباراه الجايه مع نادي. ونتمنى ان شاء الله ان هو بعد كده في الفتره اللي جايه الماتشات الرسميه باذن الله بتاع بوركينا غينيا يبقى موجود بشكل قوي، لان محمد صلاح اكيد قوه كبيره جدا ومع زمايله مع منتخب مصر ان شاء الله.